حكايات وقصص. في قصص كملت وقصص ما كملتش. القصص اللي كملت هي اللي تجمع فيها الناس مع بعض، هي اللي اتحد أبطالها عشان يحققوا هدف واحد، هي اللي وقفنا فيها كتف في كتف. أنا بدأت سنة 2004، يعني تقريبا من 19 سنة. كانت الفكرة مع صناع الحياة، فكرة بسيطة بتقول يلا ننزل نجمع ملابس. 2005 متطوع عادي جدا وبيروح بسيط جدا. دلوقتي أنا مدير التطوع في جمعية رسالة ومسؤول عن مشاريع وعن كفالات، كل ما يحتاجه الأسرة. في العمل الخيري بدأت من 2005 من ضمن الفريق المتطوع الجماعي داخل قريتنا، قرية الحسنين. اشتغلت معهم كمتطوع لغيت ما فضل الله حاليا دلوقتي مدير الجمعية. كنت بنزل متطوعة في المستشفيات، أغلب الوقت كنت بنزل في معهد الأورام. أنا لما بدأت من المطبخ عندي في بيتي، كنت بطلع منه وجبات اللي أنا كنت بعملها. ما كده سمعت عن تغذية بنك الطعام عن المدارس وتطوعت فيها. أنا متطوع في جمعية من حوالي 20 سنة. أولاً أنا معيش أولاد، لقيت في الجمعية إن أنا لما بساعد الأطفال الأيتام أو الست الأرملة بحس بسعادة جداً. اللي حببني في عمل الخير والتطوع الفرحة اللي كنت بشوفها في عيون الأطفال، الفرحة اللي كنت بشوفها في عيون الأمهات وهي طالعة واخدة حاجتها ومبسوطة بأولادها ومبسوطة إن خدت الحاجة اللي تكفي أولادها. شعور الرضا واحنا بندي لحد كرتونه، واحنا بنعمل له وسط ميه، او احنا بنعمل له سقف ان هو يضحك لنا او يدعينا، مفيش حاجه تساوي هذا الشعور. يعني حسيت ان انا لما بخرج اكل او بعمل اكل في البيت وباكل وبقدم لغيري بحس ببركه في الاكل اللي انا باكله. بقت رسالتي اللي انا عايش عشانها في الحياه، يعني انا خلاص بقيت عايش عشان انا شفت بعيني اثر ان انا اساعد الناس. انا طول الوقت بفكر فيهم. وعندك حلم ان انت تخلص هنا محو الاميه، عندك حلم ان انت تخلص الاسقف اللي في القريه، عندك حلم ان انت تخلص الميه اللي في القريه. في نظره كده بتبقى في عين الناس اللي انت بتساعدهم بتنزل في قلبك، ودايما ببقى فاكره حته تساعد تتساعد. عمل الخير خلاني عندي اكتر ود، اكتر رحمه، خلى عندي سعه صدر. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، دي انا شفتها في حياتي. يعني في أولادي من ضمن الأحاسيس الجميلة أنك بتنام كده وأنت راضي عن نفسك. حكايات الخير موجودة في كل مكان، في خير بنشوفه وخير بنعيشه وخير ما يعرفش عنه حاجة غير أصحاب. أكتر موقف أثر فيها في بنتين أمهم وأبوهم ماتوا تحت الأنقاض من البيت يتهدى عليهم. ساعتها صراحة لما رحت شفت البنتين وشفت البيت ورحت معهم الشقة اللي هم خدوها بالإيجار، أنا ده أكتر موقف حز في نفسي، وحسيت في نفس الوقت إن العمل التطوعي ده شيء عظيم في الحياة لما بتقف جنب بنتين ملهمش حد خالص. كان شخص عنده ديناله تروسيكل من حوالي 3 سنين، وبعد ما ديناله التروسيكل ده هو خده اشترى تروسيكل تاني عشان الموضوع كبر معاه، وعمل محل كبير جاب فيه ماكينات تعبئة وتغليف، بدأ إن هو يصنع المنتجات اللي محتاجها الناس، والمحل ده بقى 2 وخلاص. يعني هو راجل كان بيكلمنا من فترة بسيطة في إنه عاوز يبدأ يستورد حاجات من برا مصر، حاجة عظيمة جدا جدا. يعني ست جات لي البيت عندي شخصيا، يعني المهم لقيتها بتبكي، بقول لها في حاجة؟ قالت لي والله انا عندي بنت عايزة اجوزها ومحتاجة اجيب لها جهازين. قلت لها انت عايزاهم امتى؟ قالت لي لو الوقت ماشي. قلت لها حاضر، جبت لها العربية، حطيت لها الحاجات في العربية، خدتها ومشي. اثر فيه اكتر يعني لما دخلت بنتها بعدها ب 15 يوم، ليه ده جايه لي وجايبه الفطره اللي هي بتاع بنتها، بتقول لي دي هديه مني ليك. يعني في قصه كده في سوهاج 2019، كنا نازلين نعمل اسقف هناك، والاسقف دي في مكان ورا الجبل. المتطوعه بتسال الحاجه، بتقول لها يا حاجه يعني انتوا في العادي عايشين كده ازاي؟ فقام جاي رد عليها بلهجه سعوديه كده بتقول لها يا بنتي يحوشها عنا ربنا. فان الناس اصلا في الحال ده وراضين ان الست دي هبات النهارده وهي السقف بتاعها مضلل عليها بيتها، ده خلى عندنا احساس اكبر ان احنا بدل من النهارده كنا بنعمل 100 سقف، احنا عايزين نيجي المره الجايه واحنا بنعمل 200 سقف. كان في اسره مش قادرين يدفعوا مصاريف ابنهم، سعيت انا ومجموعه من الشباب المتطوعين ان احنا قدرنا ان احنا نساعدهم في
دفع المصاريف، وما شاء الله حاليا حاصل على بكالوريوس هندسة. ربنا بيبين لي قد ايه يا هالة الاثر الصغير اللي انت تركتيه ده اهو كبر واهو بيكبر. واحد عملنا له مشروع، كان المشروع بتاعه عباره عن محل بقاله، كان ده سنه تقريبا 2016. اما راح له متطوع بعد كده وشاف لقى مكتوب عليه صناع، يعني محل صناع الحياه وكده، فقال لنا انتوا غيرتوا حياتي. بيقول لنا انتوا جيتوا نورتوا لي الحياه وعملتوا باب امل لينا، لدرجه ان المستفيدين دول بعد شويه بيبقوا معانا متبرعين. تكليف اجهزه ومؤسسات الدوله بالاستمرار في دعم مبادره التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. لكل قصة لحظة بداية، إيد سندت وشجعت، إصرار وطموح وأمل إن بكرة جاي وجايب معاه الخير. وعدنا مع الناس في ريف مصر كله إن إحنا هنعمل ثلاث مراحل بنعمله لبلدنا ولأهلنا اللي ما كانش عندهم أمل قبل كده. فهموهم إن ده جميل قوي إن إحنا كلنا نعمل حاجة حلوة لبلدنا. شايفين المنظر بقى عامل ازاي بيكون، ونقدر نعمل اكتر من كده بكتير. فكره ان يبقى في تحالف للجمعيات والمتطوعين ده حلم قديم بالنسبه لي، ان دايما كان عندنا اكبر مشكله بتقابلنا ايه، ان انا بنزل اوزع مثلا مواد غذائيه في مكان فاكتشف ان في جمعيه قبلي او مكان قبلي وزع في نفس المكان، وفي مكان تاني اصلا موجود جنبنا ما خدش حاجه. فكره ان احنا نبدا نتعلم تبادل الخبرات والاحتكاك مع المؤسسات الاخرى، ونقعد على ترابيزه واحده ونقعد نتناقش. هو المهمه جدا جدا في التحالف الوطني انها توصل لاماكن ما كناش نحلم ان احنا نوصلها. اللي كان بيوصل له كيلو هيوصل له 2 و3 و4 و5. في الاتحاد قوه، وربنا سبحانه وتعالى قال يقعد بقى مع الجماعه. فالتحالف ده عمل خير كتير جدا، بقينا بنساعد ناس اكتر. ان انا النهارده في ناس بتبقى متخصصه في المجال الطبي، في ناس متخصصه في مجال المساعدات، في ناس متخصصه اكتر في مجال الرعايه الصحيه. اتحاد القوى الخير كلها ومؤسسات الخير كلها مع بعض، الفرد مش هيبقى زي الاتحاد ابدا، وكتف بكتف عشان خاطر الناس. ابدا باي حاجه، يعني انت لو عاوز تعمل خير وعاوز تشاركنا اللي احنا بنعمله دلوقتي ما تستصغرش اي حاجه بتعملها. ان في قضاء حوائج الناس لذه لا يعرفها إلا من قام بها. الخير وحكاياته ما بتنتهيش، وبكرة في حكاية جديدة محتاجة تبدأ، وحكاية تانية بدأت ونفسها تكمل. بس ده مش هيحصل إلا لو بقينا كتف في كتف.